حاضر بكلية الصيدلة بالمنستير. أستاذي العزيز مرحبا وشكرا على قبول الدعوة سيدي. عايشك، بارك الله فيك، شكرا يعيش. لإذاعة نادي، شكرا ألو، للأعضاء على الاستضافة هذه الكريمة. واضح، بارك الله فيك. احنا كلمناك اليوم لانه حبينا نعمل اوماج الى شهيد ممكن قطاعكم الصيدلة، اللي سي عبد الرؤوف بن حمودة، اللي الله يرحمه وينعمه، اللي فارق الحياة. هو ولد لورتر، وفارق الحياة وهو في المانا، وفارق الحياة بفيروس كورونا. حبينا لو كان نعطيه حقه شوية، في شوية وقت، في بعض الكلمات منك انت اللي كان قريب منك في وقت من الاوقات. عايشك. أولا حبيت باش نشكركم على الالتفاتة هذه، خاصة بالنسبة أنه القطاع الصيدلي الناس أنه أن الكثير عن هذه الثاني أو الثالث اللي يتوفى في العمل بتاعه بسبب الآفة هذه، آفة الكورونا. عبد الرؤوف أنا أدوب الكاسكيت، أولا أستاذه وعمل معايا ماستر في السموميات، لمخبر السموميات في المونفلوري، حول لي ريزيدو، لي ريزيدو دو برودوي دو سونتي. كان انسان مثال يعتذى به. كذلك كان من المؤسسين معنا في بالنسبه للجمعيه التونسيه للصيادله الاستشفائيين، وخدم خدمه كبيره في جهه بنزرت، في مستشفى بنزرت، انه اول مره هو ما كانش في القطاع الخاص، كان في القطاع العام. خدم خدمه كبيره في مستشفى واحد، وكان مثال هذا. كذلك في الكونسيل ديال دي فارماسيان كان عضو. هو داير لانيكدوت، هو انه بعد ما رومبلاسي، هو اللي كنت انا ممثل للسيد السيرين، وبعد هو خذ عليا المثل للعمل هذا. خرج كبير شوية للقطاع الخاص، وتعرف كالكان اللي كان يخدم في القطاع العام كان يقوم بدور كبير ما ينساهش في القطاع الخاص. وعلى هذه الوتيرة ذي يخدم كصيدلي، صيدلي ليل في مدينة بن عروس. كان الناس كلهم يحبوه، كانوا روفة روفة، لأنه إنسان جدي في العمل متاعه، مخلص للعمل متاعه، متفاني للمهنة نتاعو، معتز كصيدلي. كان يقول لي سي عبد الرزاق، قلت انت تو انت تخدم في الصيدلي الاستشفائي، علاش تعمل في ماستر؟ قال لي لا، باش انا نظهر لمنظورية، نظهر للناس اللي نخدم معاهم انه الصيدلي راهو قابل للفورماسيون، ويحب الفورماسيون، ويحب الروندمون نتاعو يكون احسن، ويوري ايش لازم. وهذايا قاعد يطلع عنده العاده. وانا منتهز الفرصه ان وراه الصيادله في القطاع العام او في القطاع الخاص قاعدين يقوموا في مهمه كبيره، وهما ممكن لو بريمير امبار. ناخذ الاخوه في القطاع الخاص، بريمير امبار ساعات ما يمشيش للطبيب، يمشي للصيدلي. وهذاك انه مش ساعات، في اغلب الاحيان، في اغلب الاحيان، عذرا عن المقاطعه يا دكتور، في اغلب الاحيان نمشيو للصيدلي قبل نمشيو للطبيب. هذا مش معناه نشجع على هذا، اما في اغلب الاحيان علاقتنا الاولى في الصحه مع الصيدلاني للامانه. اي اما احنا راهو نعرفوا شنو المهمه نتاعنا. احنا كان ثم بالنسبه للصيدلي، احنا الاولانيين، الرونطار الاولاني اللي نحكيو مع المريض، نحكيو مع المواطن. اما عندنا لي ليميت اللي احنا محافظين عليها، ما نجمش مثلا نعطي ادويه ماهيش من خصوصياتي انا، لازم الاوردونونس نتاع الطبيب. اما قاعد كل حاجه، ساعات واحد راسه يوجعه في الليل يجي اول حاجه للصيدلي. صحيح، وهذا خاصه نتاع الكورونا، اول ما يمشيو للصيدلي، راه والله راسي يوجعني، راه عندي سخانه، زعما عندي كورونا ولا لا. وخاصه في الظرف الاخراني توا، الاخراني اللي ولات صعب انه الانسان يمشي للمستشفيات ولا يمشي لقبل. ولذلك انه الصيادله هما ممكن اكثر واحدين، صيادله القطاع الخاص نحكي، عرضه لهذه المخاطر. وهنا قاعدين نراو انه قاعده زاد تعطي في شهداء، شهداء هذا شهداء المهنه، لانه هما زاد مازالوا واقفين، وواقفين لبلادنا وللصحه. شكرا، بارك الله فيك يا دكتور. مازال باش يقفل الصيادله،
اي صياد لبي مختلف الاصناف نتاعهم، صحيح، قطاع العام قطاع خاص بيولوجيين، وكلهم قاعدين واضح يساهموا في المجهود الوطني لمقاومه هذه الافه. شكرا دكتور، بارك الله فيك دكتور عبد الرزاق الهذيلي، استاذ محاضر بكليه الصيدله بالمنستير. حكينا على شهيد مهنه الصيدله عبد الرؤوف بن حموده، ضحيه الكورونا، هذا ما يستثني حتى حد هذا الفيروس. على كل نتمنى وانه ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحه وعافيه، نتمنى ان شاء الله وانه تتعدى الامور وتتعدى الغمه هذه. راهم كيفنا كيفهم وخيان، وراهم زادة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، باللطف عليهم بشوي عليهم وبالهداوة عليهم، الله يرحمهم وربي يكون في عون الناس اللي قاعدة تخدم. شكرا سينوف العميرة، بارك الله فيك، نائب رئيس نقابة أصحاب صيدلة الخاصة، أحمد الكراي، أمين مالا.